السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام والجميع بألف خير إن شاء الله. نبدأ معكم النشرة بعنوينها. رئيس الجمهورية يوجه خطابا لأبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج بمناسبة عيد الفطر المبارك. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يستقبل فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية. ومواجهات بين الجيش الوطني والميليشيات المتمردة في ميدي وحرب بحجة، ومقاومة البيضاء تطهر مديرية ذي نعم. أهلا بكم. أكد فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية أن مناسبة حلول عيد الفطر المبارك تأتي متزامنة مع ذكرى واحدة من ملاحم الفداء والانتصار والتحرير التي سطرها شعبنا اليمني العظيم يوم أن تم تحرير مدينة عدن الباسلة من قبضة الميليشيا المجرمة والعصابات المنفلتة التي اعتدت على الدولة وشرعيتها وأسقطت مؤسساتها ودمرت كل شيء في وطن أردنا له الاستقرار والأمن والانطلاق نحو البناء والتنمية والتعليم. وقال فخامة الرئيس في خطابه الذي وجهه إلى أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك: لقد جاءت ثورة الشباب في العام 2011 وصنعت المعادلة الأهم في تاريخ اليمن المعاصر، وأحلت الأصنام إلى دمى، وحولت العوائل المتسلطة أشتاتا لم يعد يجمعهم سوى الحقد والضغينة والانتقام من شعبنا الذي انعتق من قيودهم وأسرهم. فيما يلي نص خطاب رئيس الجمهورية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. شعبنا اليمني الكريم، يطيب لي بمناسبة عيد الفطر المبارك، هذه المناسبة الدينية العزيزة على شعبنا وأمتنا، أن أهنئكم بقدوم هذا العيد بعد انقضاء الشهر الفضيل. وبهذه المناسبة أتوجه بالتهنئة الصادقة إلى كافة أبناء شعبنا اليمني العظيم في كل مكان في الداخل والخارج، وإلى كل الأمة العربية والإسلامية، وفي المقدمة منها الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية بقيادة أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وكل قيادات وشعوب الأمة العربية والإسلامية جمعاء، سائلنا المولى سبحانه وتعالى أن يعيده علينا وعليكم وعلى الجميع بالخير واليمن والإيمان والسلامة والأمن والاستقرار في الأوطان. شعبنا اليمني العظيم، تأتي هذه المناسبة العزيزة متزامنة مع ذكرى واحدة من ملاحم الفداء والانتصار والتحرير التي سطرها شعبنا العظيم يوم أن حرر مدينة عدن الباسلة من قبضة الميليشيات المجرمة والعصابات المنفلتة التي اعتدت على الدولة وشرعيتها وأسقطت مؤسساتها ودمرت كل شيء في وطن أردنا له الاستقرار والأمن والانطلاق نحو البناء والتنمية والتعمير. ذكرى الانتصار العظيم الذي جاء نتيجة لنضالات أبناء شعبنا في جنوب الوطن التي أبهرت الجميع وقدمت دروساً بطولية رائعة في الصمود والتضحية والفداء. كانت عدن وقبلها الضالع قاعدة المقاومة الأولى التي خرج أبناؤها بأسلحة قليلة وأعداد محدودة وإيمان كبير بتدريب متواضع، ولكن بعزائم كالجبال تشكلوا من رحم المعاناة وصاغتهم يد القدر. خرجوا من الحارات وتجمعوا في الأزقة وتنظموا في الشوارع وصنعوا معجزة المقاومة التي خلقت الانتصار ورسمت الفرحة على شفاه الوطن شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. إننا مدينون جميعا لتلك السواعد السمراء النحيلة ولتلك الجباه التي ارتفعت فرفعت معها هامة الوطن وأعادت إلى الأذهان تاريخ عدن الجميل
صلابة وشجاعة وإرادة حطمت أغلال الكهنوت وعانقت الحرية والمجد. وكم هو حري بنا جميعا الحفاظ على هذا الانتصار بمزيد من التلاحم والتعاضد وإدراك حجم التحدي والمسؤولية والانطلاق نحو مراحل الأمن والاستقرار والبناء والتنمية والتعمير. وفي ذكرى الانتصار المجيد لا يمكن لشعبنا الوفي أن ينسى الدور المحوري والأساسي لدول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وبقية أعضاء التحالف الذي رسم لوحة مشرفة في التعاضد والتكاتف العربي امتزج فيها الدم العربي على ثرى أرضنا الطاهرة لأجل قضية عادلة. فالشكر والتقدير والعرفان لكل من شارك في هذا التحالف العربي مصدر فخرنا واعتزازنا. يا أبناء شعبنا الصابر الصامد، لقد كانت بلادنا في طريقها إلى المستقبل وعلى موعد مع الأمل بغد أفضل. فقد أزاحت ثورة الشباب في العام 2011 عن كاهل الشعب اليمني نظاما سياسيا عصبويا مقيتا، فقد كان الوطن كله يكاد يختزل في صورة فرد، وكاد الشعب اليمني العظيم أن يتحول إلى أجير لدى عائلة. جاءت ثورة الشباب وصنعت المعادلة الأهم في تاريخ اليمن المعاصر، وأحالت الأصنام إلى دمى، وحولت العوائل المتسلطة أشتاتا لم يعد يجمعهم سوى الحقد والضغينة والانتقام من شعبنا الذي انعتق من قيودهم وأسرهم. جاءت المبادرة الخليجية وأسست لمرحلة جديدة استوعبت طموحات الشباب ومخاوف الكبار، وصنعت خارطة طريق انتهت إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي شهد العالم كله بعبقرية الإنسان اليمني وحكمته وقدرته على صناعة التحولات. وبينما كان الشعب اليمني في انتظار لحظة التتويج وجاءت ساعة القطاف، قفزت إلى الواجهة كتل الانتقام والأحقاد، تحالف الشر الغادر بين العوائل القديمة التي استيقظت على حق زعمته إلهيا سلبته منهم ثورتنا المباركة في 26 سبتمبر، وبين عوائل جديدة كانت صياط الثورة الجديدة ما تزال تلهب ظهورهم. ومع هذا التحالف الغادر دول إقليمية تسعى من وراء ظهورهم إلى العبور إلى أطماعها المتمثلة في إقلاق الإقليم والسلام والأمن الدوليين. انقض تحالف الشر على الدولة وصادر المستقبل وألغى السياسة وأوغل في عدائه لهذا الشعب العظيم، فانتفض الشعب في كل شبر يدافع عن الكرامة ويتوق للحرية. وكانت عدن باكورة الانتصارات، وتابعتها مدن أخرى وستتبعها غيرها من المدن بإذن الله. أيها الشعب اليمني الصابر الصامد، إنني أحيي في هذا اليوم المجيد وفي ذكرى النصر المجيد رجال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في كل بقاع اليمن الطاهرة وفي ساحات الشرف والكرامة وعلى طريق عدن الانتصار. ها هي اليوم مدينة تعز الصمود والتضحية والصبر والثبات، تشق طريقها معتزة بتضحيات وصمود أبنائها الأبطال الشجعان، تعز التي أفشلت كل محاولات التركيع والإذلال ومنعت جحافل الشر من تدنيس شوارعها، المدينة التي اختارت المقاومة طريقا وحيدا للحرية والكرامة والكبرياء. كما هي التحية ذاتها لمأرب الصمود والتضحية، مأرب التاريخ والحضارة، وللجوف حيث الأباة، ولشبوة الكرامة، ولكل ساحات الشرف والمقاومة على امتداد التراب اليمني الطاهر. أيها الشعب اليمني الكريم، أنتم تعلمون أن معركتكم اليوم هي من أقدس المعارك، فأنتم رأس الحربة التي تدافع عن الأمة كلها في كسر الطموح الإيراني والتوسع الصفوي المدجج بالموت والخراب. إننا في اليمن ومعنا شعوب أصيلة تقاوم عن الأمة كلها، وهي تدرك أن المعركة المفروضة لا تقبل النكوص أو التراجع. فالمشروع الذي تحمله عصابات الانقلاب وميليشيات القتل هو مشروع تدميري لا يهدف إلا إلى إعادة شعبنا الأبي إلى عهود الإذلال والاستبداد، وليس لديه غير الدمار والفوضى والخراب. إنها معركة متعلقة بثقافة الأمة كلها
وحرية الأمة كلها وكرامة الأمة كلها، ولا بد من احتمال المصاعب أيا كانت وكيفما كانت. فنحن ندرك جيدا أننا سنعاني كثيرا نتيجة هذا الموقف المبدئي. أيها الشعب اليمني الكريم، هذا الخطاب الذي يمجد المقاومة ويحتفي بالنصر ليس دعوة إلى الحرب، بل هو تذكير ضروري لأولئك الذين عميت أبصارهم عن رؤية الحق وتنكبوا صراط السلام الذي لطالما قدمناه وعرضناه، ولازلنا بكل صدق واستشعار للمسؤولية الوطنية في مشاورة الكويت وما سبقها التي تعاملنا معها بكل مسؤولية وإيجابية من أجل شعبنا، لأننا ندرك معاناته ونعيش آلامه. إننا نؤمن بيقين أن أي سلام مستدام وآمن يجب أن يقضي على الأسباب التي جاءت بكل هذا الخراب، ومهدت لكل ما يعانيه شعبنا اليوم، وأودت حلمه المشروع في النهوض والانطلاق. والانقلاب هو كارثة الكوارث ورأس الداء، وكل سلام يتغاضى عنه أو يتماهى معه أو يبرر له أو يتجاوزه لن يكون سوى حقنة مخدرة ينتهي مفعولها قبل أن يبدأ. لنعود مرة أخرى إلى نفس المعاناة والمأساة. إن الشعب اليمني أصبح أكثر تصميماً على إزالة الانقلاب وإنهائه، وتلك هي طريقته للسلام الصحيح العادل والدائم، ولا طريق سواها ولن يكون. إنني وباسم الشعب اليمني كله، وباسم كل بطل من أبطال جيشنا الوطني، وباسم كل صامد من رجالات المقاومة الشعبية، وباسم كل رجل حر وامرأة حرة، وباسم كل طفل، باسم كل شهيد، باسم كل جريح، باسم الأرامل واليتامى والثكالى في هذا الشعب اليمني العظيم، أقول إن الشعب اليمني سينتصر لكرامته وعزته، وسيسترد دولته ومؤسساته، وسيعيد الحق لأهله، ولن تحول دونه أي قوة مهما كانت. إنه وعد اليمني ورجولته وشرفه. فاجنحوا إلى السلم، فالشعب لم يجنح لها ضعفا ولا قلة حيلة، بل رغبة في السلام وحرصا على دماء اليمنيين وحفاظا على ما تبقى من ميراث الدولة وأخلاق المجتمع وروح الشعب. يا أبناء شعبنا العظيم، تعلمون جميعا أنه وكنتيجة للانقلاب على الدولة تنامت ظاهرة الإرهاب في البلاد بفعل غياب القوى الأمنية الوطنية وتحول بعضها إلى خلايا تدعم الإرهاب وتغذيه، وتآزرت كل عناوين الإرهاب من إرهاب القاعدة وداعش مع إرهاب الحوثي مع إرهاب المخلوع، محاولين تقديم الشعب اليمني الكريم كشعب راع للإرهاب وحاضن له. ولقد فضح الشعب زيف الدعوى، فعندما تكاتفت قواتنا مع قوات التحالف في مهاجمة أوكار الإرهاب في المكلا وشبوة، خرج الشعب اليمني مبتهجا بالنصر مساندا وداعما لكل جهود مكافحة الإرهاب، وبقي الإرهاب وحده في مواجهة الشعب. ولم نسمع سوى أنين الحوثيين والمخلوع يتباكون على الإرهابيين الذين تدكهم طائرات التحالف في المكلا وشبوة وغيرها. إننا نعلم وسيعلم معنا العالم كيف يتآزر الإرهاب بالإرهاب، وكيف يستقوي الإنقلابيون بالإرهابيين، وكيف يعبثون بدماء أبنائنا بدم بارد. وسنستمر في مطاردة الإرهاب، كل الإرهاب، وسندك كل أوكاره أيا كانت جذوره وسواقيه. أيها الشعب اليمني الصابر، أيها الشعب اليمني الكريم، إننا ندرك حجم التضحيات ونعرف قدر المعاناة التي يعيشها كل اليمنيين في الداخل والخارج، المعاناة التي سببها هذا الانقلاب الذي يحاول أن يقدم صورة شائنة عن الأمة اليمنية العظيمة والشعب اليمني الأصيل. فالخدمات رديئة، والمرافق الصحية دمرت، والبنية التحتية تعرضت للتدمير الممنهج. نعلم معاناة شعبنا في كل اليمن، من صعدة الصابرة الموجوعة الموبوءة بهذه الجماعة الباغية، إلى عمران وصنعاء وذمار وتعز وعدن ومأرب والجوف والبيضاء والضالع،
وأبيا وشبوة وحضرموت والمهر وسقطرى وكل شبر في تراب الوطن، نعلم بالمأساة والمكابدة التي عاشها ويعيشها أهلنا في عدن والحديدة وحضرموت في هذا الصيف القاسي نتيجة تردي خدمة الكهرباء، وعملنا ونعمل بكل جهدنا للتخفيف من المعاناة، ولقد وجهنا الحكومة بالعودة إلى العاصمة المؤقتة عدن، وهي اليوم تعمل بجهد كبير مشكور ومقدر، وبالتعاون مع السلطات المحلية لإزالة العوائق وتحسين الخدمات وتعزيز حضور الدولة واستعادة مؤسساتها وتطبيع الحياة بشكل عام. سنبذل قصارى جهودنا لخدمة شعبنا والتخفيف من معاناته وآلامه. سنبحث عن كل الموارد الممكنة لنغطي بها احتياجات الخدمات وعلاج الجرحى ورواتب الموظفين، ولن نساهم مطلقا في رفض خزينة الانقلاب وتمويله بما يطيل أمد الحرب والمأساة. لا يمكن مطلقا أن نشارك في العبث الذي ينفذه الانقلابيون باقتصادنا ومواردنا وأموالنا، ولن نبيع نفطنا لنمول به العصابات الانقلابية، وسنواجه كل الضغوط من أجل مصلحة شعبنا. سنبذل كل جهودنا لكي ينتهي هذا الوضع غير السوي، وسنكون في خندق واحد مع القوى الوطنية الخيرة والشريفة التي تعمل من أجل عودة الدولة وإزالة الانقلاب. أيها الشعب اليمني العظيم، جميعكم يستحق الشكر والتحية والثناء، ولكن الشكر أوجب والتحية أعظم لكل الرجال الذين قرروا الوقوف في وجه الهمجية واختاروا ساحات الشرف عن ساحات الانحناء، لكل رجل عسكري شريف اختار شرفه العسكري ورفض خيانة وطنه، لكل ضابط أوفى بقسمه العسكري ومبادئه العسكرية ورفض الانحناء للغوغاء والبلطجية، لكل كتيبة قاومت الغطرسة واختارت طريق الشجعان، لكل رجل كان بوسعه أن يصمت مثل آلاف الصامتين ولكنه رفض الصمت عن الطغيان واختار درب الأبطال، لكل شباب المقاومة الذين يتحدون مع الريح عند الإقدام وتربت قطرات الندى على أكتافهم حين يفيئون إلى المتارس، لكل النساء الصامدات الصابرات حيثما كن، لكل أولئك أقول تقبل الله منا ومنكم، وكل عام وأنتم والوطن بخير. المجد والخلود لشهدائنا الأبطال، الشفاء والسكينة لجرحانا الأوفياء، العزة والكبرياء لساحات الشرف، العلو والخلود لبلادنا الخضراء ولعلمها الخفاق. عبد رب منصور هادي، رئيس الجمهورية. تبادل فخامة الرئيس عبد رب منصور هادي رئيس الجمهورية برقيات تهان مع ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وأعرب رئيس الجمهورية في برقياته للزعماء العرب والمسلمين عن أصدق تهانيه بحلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الدينية العظيمة عليهم وعلى شعوبهم بالخير واليمن والبركات. كما تمنى فخامة الرئيس في برقياته لإخوانه ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية الصحة ومفور السعادة، ولحكوماتهم وشعوبهم الشقيقة المزيد من التقدم والرخاء والازدهار، وأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة وقد تحقق لأمتنا العربية والإسلامية كل ما تصبو إليه من تقدم ورخاء. استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في قصر الصفا بمكة المكرمة فخامة الرئيس عبد رب منصور هادي رئيس الجمهورية. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، ومناقشة تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية. وفي اللقاء هنأ فخامة الرئيس خادم الحرمين الشريفين بحلول عيد الفطر المبارك وعلى حسن التنظيم لموسم العمرة والتي كللت بالنجاح على أفضل المستويات، متمنيا أن تعود هذه المناسبة الدينية العظيمة بموفور الصحة والسعادة للملك سلمان ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة المزيد من التقدم والتطور والازدهار.
وثمن رئيس الجمهورية المواقف الأخوية الصادقة للمملكة من خلال وقوفها إلى جانب أمن واستقرار ووحدة اليمن وشرعيته الدستورية وتقديم الدعم والمساندة لليمن وشعبه في مختلف المراحل والظروف، مؤكدا أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي عهده سباقون دوما في تقديم كافة أشكال الدعم لليمن في مختلف المجالات. وأكد فخامة الرئيس أن مواقف المملكة ستظل دوما وأبدا حاضرة في وجدان وذاكرة كافة أبناء الشعب اليمني دون استثناء، من خلال مواقفها البطولية والنضالية من خلال عاصفة الحزم التي أحدثت نقطة تحول في تاريخ اليمن والمنطقة العربية برمتها. وأشار رئيس الجمهورية إلى أن عاصفة الحزم وما تلاها من إعادة الأمل كانت بمثابة بارقة أمل، حيث أحيت الروح وأعادت الأمن والاستقرار إلى مختلف المدن والمحافظات، وقدمت المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى كافة أبناء الشعب اليمني، والتي ساهمت وبشكل كبير في التخفيف من معاناة أبناء الشعب اليمني جراء عمليات الانقلاب التي نفذتها ميليشيا الحوثي وصالح على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات الشرعية الدولية. وقال رئيس الجمهورية إن تلك المواقف التي سطرتها المملكة من خلال قيادتها للتحالف العربي ليس بغريب عليها ولا على شعبها المضياف، والتي جسدت أروع الملاحم البطولية في الدفاع عن أمن واستقرار اليمن والمنطقة من التمدد الفارسي الذي يحاول إشعال الفتنة الطائفية والمذهبية بين أبناء المنطقة. وأضاف فخامته: لقد مثلت عاصفة الحزم نقطة تحول للمنطقة العربية وقطعة اليد التي تحاول إشعال الفتنة وتصدير الصراعات وإثارة المشاكل والنزاعات عبر عناصر مأجورة لا تريد لمنطقتنا أن تنعم بالأمن والاستقرار. وأكد رئيس الجمهورية أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين أحدثت نقلة تحول كبيرة على مستوى المنطقة والعالم من خلال سياستها الهادفة ومواقفها العربية الأصيلة ودفاعها عن قضايا الأمة العربية والإسلامية وشؤونها ومصالحها المشتركة. رفع نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. جاء فيها: فخامة الأخ المشير الركن عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظكم الله ورعاكم، يطيب لي أن أرفع لفخامتكم أزكى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده الله على فخامتكم وشعبنا اليمني الصابر وأمتنا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. ويسرني أن أهنئ عبركم أبناء شعبنا اليمني الصامد الذي توالت عليه المناسبات الدينية والوطنية وهو في أوج معاناته وآلامه بسبب ما ألحقه انقلاب الحوثيين وصالح على البلد والدولة ومؤسساتها من مصائب واحتلالهم للمدن وتدميرهم للبنى التحتية واستهدافهم للمدنيين العزل وتفجيرهم للمنازل وارتكابهم جرائم حرمتها كل الأديان السماوية والتقاليد والأعراف. لقد كانت الرغبة تحذوكم يا فخامة الرئيس وتحذونا جميعا أن يكون قدوم عيد الفطر المبارك متزامنا مع تحقيق السلام في اليمن بناء على المرجعيات المعروفة والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.
لكن تعنت الانقلابيين وصلفهم ومماطلتهم التي عرفوا بها منذ عقود لم يحقق لليمنيين هذا الحلم، ورسخ لدى الجميع قناعة بأن من كان سببا في الخراب والدمار لا يمكن أبدا أن يكون جزءا من صناعة السلام ما لم تحيد قوته، ويساق الجناه منهم إلى أروقة القانون والعدالة، حينها فقط يمكن أن يتحقق السلام الذي ننشده وتترسخ مبادئ الدولة وقيمها الوطنية الكبيرة التي نطمح بالوصول إليها. فخامة الرئيس مثلما احتفلنا بالذكرى الأولى لتحرير محافظة عدن، البطولة والمدنية التي كان تحريرها بادرة أمل وبشرى لدحر هذه العصابة الإجرامية، سيحتفل اليمنيون جميعا بتحرير العاصمة صنعاء وكل محافظات الجمهورية واستعادة دولتهم. ومثلما تخوض حكومتنا وأعضاؤها في المدينة المسالمة الحرة الأبية عدن ومدينة الحضارة والتاريخ مأرب وبقية المدن المحررة غمار معركة الأمن والبناء والتنمية، ستخوضها أيضا في بقية المحافظات طال الزمان أم قصر. سيكون الانتصار دوما للوطن والجمهورية والدولة الاتحادية فوق كل رغبات الدمار ومشاريع الموت وهفوات الأشخاص وأخطائهم. ويسرني أن أبعث بأزكى التهاني وأطيبها لأولئك المرابطين في الجبهات على طول البلاد وعرضها، الحامين لحماه والمنافحين عن أرضه وعرض أبنائه، أولئك الذين بذلوا ويبذلون أرواحهم الطاهرة يوما بعد آخر ليرفرف علم الثورة والجمهورية عاليا، الصامدين في مواقع الشرف والبطولة والإباء، وهي أيضا لأولئك الذين ارتقت أرواحهم إلى بارئها في مواجهة اعتداءات الميليشيات الانقلابية وغدر جماعات العنف والإرهاب من ضباط وصف ضباط وجنود ومقاومة شعبية ومدنيين أبرياء راحوا ضحية هذا النزق والإجرام الإرهابي. ونتذكر في هذه المناسبة المباركة تلك الدماء الزكية لجنود دول التحالف العربي الأبطال الذين امتزجت دماؤهم بدماء اليمنيين في معركة المصير الواحد ومعركة حلم الأمن المشترك، والتهنئة لأسرهم وقادة بلدانهم وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية الشقيقة وبقية دول التحالف العربي الذين سجل لهم التاريخ موقفا أخويا صادقا وشجاعا لمصلحة اليمن واليمنيين وضد المشاريع والمؤامرات الخارجية التي تستهدف المنطقة بشكل عام. مرة أخرى نهنئ فخامتكم بهذه المناسبة الدينية العظيمة، سائلين المولى جل وعلا لكم موفور الصحة والسلامة ولشعبنا اليمني العظيم ولبلداننا العربية والإسلامية الأمن والسلام والتقدم والازدهار، الخلود للشهداء الأبرار، الشفاء للجرحى، الحرية للأسرى والمختطفين، وكل عام وأنتم بخير. رفع رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر برقية تهنئة إلى القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبد رب منصور هادي رئيس الجمهورية وإلى كافة أبناء الشعب اليمني العظيم في الداخل والخارج بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وعبر رئيس الوزراء في البرقية باسمه ونيابة عن أعضاء الحكومة عن أحر التهاني وأصدق التبريكات لفخامة الرئيس عبد رب منصور هادي وإلى كافة أبناء شعبنا اليمني الأبي والصابر وأبناء الأمة العربية والإسلامية بهذه المناسبة الدينية الجليلة، مشيرا إلى الظروف الصعبة التي تمر بها اليمن جراء التحديات التي فرضها انقلاب ميليشيا الحوثي وصالح على الشرعية الدستورية، ما يحتم توحيد الصفوف لاستكمال استعادة الدولة وسيطرتها على كل شبر في أرض الوطن سلما أو حربا. وقال رئيس الوزراء إن الحكومة وهي تحتفي بهذه المناسبة الدينية العظيمة في العاصمة المؤقتة عدن
لتؤكد عزمها على تحمل مسؤوليتها إلى جانب رئيس الجمهورية ونائبه تجاه اليمن وشعبها، ولن تتوانى عن بذل كل الجهود لتخفيف المعاناة القائمة خاصة في الجوانب الإنسانية والخدمية بدعم من الأشقاء والأصدقاء وفي مقدمتهم دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة. وأكدت البرقية على أهمية استلهام شعائر عيد الفطر المبارك في تجسيد قيم المحبة والتآخي بين المسلمين والوعي بقضايا الوطن والدفاع عن مصالحه ونبذ الأعمال الخارجة عن القانون التي تسيء إلى وحدة الشعب والأمة، مشيرا إلى أن الابتلاءات المتعاقبة ما هي إلا تذكير وتنبيه من رب العالمين لقراءة الذات والعمل على نقاء السرائر وصفاء الضمائر وبذل الجهد المخلص لتحقيق الرجاء والتطلعات المشرقة ومسح دمعة المحزون ورعاية اليتيم والمسكين. وترحم رئيس الوزراء في البرقية على شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم رخيصة لاستعادة الدولة ومؤسساتها الشرعية وإنهاء أسوأ انقلاب طائفي وإجرامي بأجندات إقليمية مشبوهة في تاريخ اليمن، داعيا الله أن يمن بالشفاء العاجل للمصابين والجرحى، مؤكدا أن هذه التضحيات لن تذهب هدرا وسوف تتوج بتحقيق حلمهم الذي سعوا من أجله في استعادة الدولة ومؤسساتها الشرعية ليكون لنا وطن نفخر به نحن وأجيالنا المتعاقبة. وثمن عاليا المواقف المشرفة والتاريخية لدول التحالف وثمن عاليا المواقف المشرفة والتاريخية لدول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وفي المقدمة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهي المواقف التي ستظل خالدة في ذاكرة ووجدان الشعب اليمني، منوها بدورها في دعم جهود الحكومة الشرعية لتطبيع الأوضاع في المحافظات والمناطق المحررة وتحسين الخدمات الأساسية وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار. رفع رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد علي المقدش اليوم برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد رب منصور هادي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. جاء فيها: بعظيم الشرف والامتنان يطيب لي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وانقضاء شهر رمضان شهر الغفران أن أتقدم لفخامتكم باسمي قيادتي ومنتسبي وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة وقادة القوى والمناطق والمحاور والألوية وجميع مقاتلي الجيش الوطني والمقاومة بأحر وأخلص التحايا وأسمى آيات التهاني والتبريكات، راجيا من المولى عز وجل وعلى أن يعيدها على شعبنا وشعوب أمتنا العربية والإسلامية بالخير واليمن والسؤدد، ونحن في ظروف أكثر إشراقا وسعادة مليئة بالأمن والرخاء والاستقرار والازدهار، متمنيا لفخامتكم دوام الصحة والسعادة والتوفيق والنجاح في مهامكم ومسؤولياتكم الجسيمة الوطنية والقومية وأداء أمانة شعبكم التي وضعها على كاهلكم. فخامة الرئيس القائد، تأتي هذه المناسبة الدينية الجليلة في ظروف لا زالت تشهد فيها بلادنا الكثير من الصعوبات والعوائق جراء الأفعال الإجرامية للإنقلابيين وقوى التآمر الفارسية الصفوية الخبيثة، وبرغم كل ذلك نشعر بثقة وارتياح للمستوى الذي وصل إليه جيشنا الوطني الفتي خلال عام مضى حين أصبح في حالة جيدة لما امتلكه من مهارات فنية وقتالية عالية وخبرات وتجارب عسكرية متطورة في الميدان تمكنه من أداء المهام المختلفة أيا كانت وفي كافة الظروف والأوقات يمكن الاعتماد عليه،
وهذا ما كان له أن يتحقق يا فخامة الرئيس لولا توفيق الله واهتماماتكم المتزايدة مع دعم ومساندة الأشقاء في دول التحالف العربي وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ودولة الإمارات العربية، حيث قدموا الكثير من الاحتياجات ومتطلبات إعداده وتدريبه وتأهيله ورفع مستوى جاهزيته القتالية، فلهم أبلغ آيات الشكر والتقدير والامتنان. فخامة الرئيس القائد، اسمحوا لي هنا أن أقول إن مزيدا من العناية والاهتمام بمنتسبي هذا الجيش الفتي العملاق والمقاومة المقدامة والعناية بالجرحى وأسر الشهداء سيشكل دافعا قويا وروحا معنوية عالية وفعالة لتحقيق النصر المؤزر في معركة الحسم الوشيكة بإذن الله، وسيتمكن مع كل الشرفاء من أبناء الأمة من تخليص الوطن من همجية الجهل والضلالة وعجرفة العنصريين من أصول السلالة المتعصبة وكافة قوى الإرهاب والتمرد، مؤكدين أن ثقتنا بتحقيق ذلك كبيرة وعالية. فخامة الرئيس القائد، ونحن نهنئكم وشعبنا بهذه المناسبة الدينية المباركة، نشعر بالاعتزاز والفخر حيث أصبحت طلائع جيشنا الوطني الفتي على مشارف العاصمة ومطارها الدولي، مما يوحي بقرب الانتصار والقضاء على عصابات التمرد والانقلاب وتخليص العاصمة وكامل الوطن من عبثهم وفسادهم وإجرامهم، مؤكدا لفخامتكم أن هذا الجيش سيبقى صمام أمان الوطن وحامي الدولة الاتحادية الفيدرالية كأحد أهم مخرجات الحوار الوطني وإجماع كل أبناء الشعب في ظل نظام تسوده العدالة والمواطنة المتساوية وسيادة القانون، مجددين العهد لله والوطن ولفخامتكم ولشعبنا اليمني العظيم بأن جيشنا الفتي سيكون حاميا للوطن وأن يسير على خطى مبادئ ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين، وأن يقف بكل حزم وقوة في وجه قوى الانقلاب والإرهاب، وأن نضرب بيد فولاذية كل من يحاول المساس بالسيادة والنيل من المنجزات الوطنية. دمتم قيادة حكيمة لهذا الوطن المعطاء وشعبه الصامد، المجد للوطن الشموخ 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 للشعب وجيشه الوطني والمقاومة الشعبية، الحرية للأسرى والمختطفين، الخلود والرحمة للشهداء الأبرار. بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن الأحمر برقيات تهان لنظرائه من نواب وأولياء عهد قادة الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وأعرب نائب الرئيس في برقياته عن أزكى تهانيه وتبريكاته بحلول عيد الفطر المبارك، سائلا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الدينية العظيمة عليهم وعلى شعوبهم والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليوم والبركات. وتمنى الفريق محسن في برقياته لإخوانه نواب الرؤساء وأولياء العهد للدول العربية والإسلامية ولحكوماتهم وشعوبهم الشقيقة موفور الصحة والسعادة ومزيدا من التقدم والرقي والازدهار. تبادل رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر برقيات التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك مع إخوانه رؤساء حكومات الدول العربية والإسلامية، وأعرب رئيس الوزراء في برقياته لنظرائه في الدول العربية والإسلامية عن تهانيه الصادقة لهم بهذه المناسبة الدينية العظيمة وتمنياته الطيبة لهم بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد ولشعوب دولهم دوام التقدم والازدهار، داعيا الله العلي القدير أن يتقبل منهم ومن كافة عباده الصالحين صيام شهر رمضان المبارك وقيامه، ويعيد عليهم هذه المناسبة السعيدة وأمثالها وعلى شعوب دولهم وجميع المسلمين باليمن والخير والبركات. كما عبر رؤساء حكومات الدول العربية والإسلامية عن خالص تهانيهم القلبية لرئيس الوزراء
ومن خلاله إلى الشعب اليمني بهذه المناسبة الدينية العظيمة، وأن يعيدها المولى تعالى عليهم وقد تحقق الأمن والاستقرار وكل ما يصبون إليه من تقدم ورخاء. وجددوا التأكيد على وقوفهم إلى جانب الشعب اليمني في محنته الراهنة ومساندتهم لحكومة الشرعية في تحقيق تطلعات شعبها بالعيش الكريم في ظل دولة مستقرة وآمنة. التقى رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر في قصر المعاشيق بعدن عددا من الشخصيات الاجتماعية وأعيان محافظة عدن، ورحب الدكتور بن دغر بكبار الشخصيات والأعيان من أبناء عدن مهنئا إياهم بخواتم شهر رمضان المبارك وحلول عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعلى اليمن والأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات، ونقل لهم تحيات وتهاني فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الأولى لتحرير مدينة عدن وحلول عيد الفطر المبارك. وتحدث الدكتور بن دغر في بداية اللقاء عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية في عدن والصعوبات والتحديات التي تواجه الحكومة في الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد، مؤكدا أن أسباب الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي والنقص الشديد في توفر مياه الشرب وغيرها يعود أسبابها إلى قدم المحطات وتآكل الشبكة في السنوات الماضية والحرب الهمجية التي شنتها ميليشيا الحوثي وصالح على عدن وباقي المحافظات. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة معنية في توفير الخدمات الأساسية للمواطن، وذلك في ظل الإمكانيات المتاحة، حيث ستمضي الحكومة في بذل الجهود وعلى كافة الأصعدة وبالتعاون مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في توفير كافة الاحتياجات الضرورية للمواطن وأهمها الكهرباء، مشيرا إلى أن القرض الإماراتي والذي من بوادره سيصل إلى عدن 50 ميجاوات خلال الأسبوع القادم سيسهم في تخفيف المعاناة، وستدخل مولدات قديمة بعد صيانتها للخدمة. ودعا الدكتور بن دغر الجميع إلى ترك الصراعات والاختلافات التي لا تخدم إلا العدو المتربص بأمن واستقرار الوطن، لافتا إلى أن عدو الوطن واحد والمتمثل في ميليشيا الحوثي وقوات صالح. كما أكد رئيس الوزراء أن الأمن هو مسؤولية الجميع، مشيدا بدور السلطة المحلية بقيادة المحافظ اللواء عيدروس الزبيدي ومدير الأمن اللواء شلال شائع على ما يبذلونه من جهود جبارة في ظل الظروف الأمنية الصعبة، منوها إلى أن السلام الحقيقي الدائم والعادل لن يتحقق إلا من خلال تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني. وعبر بن دغر عن شكره لدول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على مساندتها ووقوفها الدائم مع اليمن والشرعية. واستمع رئيس الوزراء إلى ملاحظات الحاضرين المتعلقة بالخدمات الأساسية خاصة الكهرباء والمياه، كما استمع إلى شكاوى تتعلق بالربط العشوائي للتيار الكهربائي وانعدام السيولة في البنوك، وكذا مشاكل القطاع الخاص وما يعانيه من ركود، مطالبين بالاهتمام بهذا القطاع لما له من دور حيوي في بناء الاقتصاد والنهضة العمرانية في عدن واليمن عامة، وتسهيل إجراءات دخول البضائع التي تتكدس بالميناء بسبب صعوبة إجراءات الجمارك. وبعد مناقشة مع الشخصيات الاجتماعية والأعيان، أكد رئيس الوزراء أن تلك الملاحظات ستكون محل اهتمام، وأن الحكومة حريصة على الاهتمام بعدن كمركز اقتصادي وتنموي وجغرافي مهم ومميز. حضر اللقاء وزير السياحة معمر الإرياني ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم ووزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار الوطني ياسر الرعيني ونائب وزير الإدارة المحلية حسين منصور.
عبرت حكومة الجمهورية اليمنية عن بالغ إدانتها واستنكارها الشديدين للأعمال الإرهابية والإجرامية التي استهدفت المملكة العربية السعودية الشقيقة في كل من المدينة المنورة وجدة والقطيف، مؤكدة تضامنها المطلق مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية تجاه أي تهديد أو محاولات عبث تتعرض له. وقالت الحكومة إن مثل هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف الأماكن والأيام المقدسة لدى المسلمين لتؤكد مدى مبلغ الإرهاب من حقد وفجور يحتاج وقفة جادة لمحاربته والقضاء عليه، وتضافر الجهود الإسلامية والدولية لتخليص العالم من شر الإرهاب وكوارثه. وأضاف البيان أننا ونحن ندين هذه الأعمال الإرهابية لندرك جيدا أن سياسة الابتزاز التي تمارسها الكيانات الإرهابية ضد مملكة الإنسانية والإسلام بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لن تفلح في النيل من مواقف المملكة وعطاءاتها ودورها الإقليمي والعالمي في محاربة الإرهاب والطائفية والتخريب. وأشارت الحكومة إلى أن هذه الممارسات السافرة هي النزع الأخير لجماعات الإرهاب والطائفية التي شوهت سماحة ديننا الإسلامي الحنيف واستهدفت مقدساته ونقاط قوته، وهي في طريقها للانحسار والهزيمة بإذن الله. وجددت الحكومة تضامنها المطلق مع الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، معتبرة أمنها واستقرارها هو الركن الأساسي في أمن واستقرار المنطقة والعالم الإسلامي، داعية كافة الدول الشقيقة والصديقة لاتخاذ موقف حازم من هذه التصرفات الإرهابية السافرة. وعبرت عن أحر التعازي والمواساة إلى حكومة وشعب المملكة العربية السعودية وأسر الضحايا، سائلة الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، ويمن على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل، ويحفظ المملكة واليمن وشعبيهما من كل مكروه. أكدت الجمهورية اليمنية تضامنها ودعمها الكامل لدولة الكويت فيما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والسلم والتصدي للمخططات الإرهابية الآثمة التي تستهدف زعزعة أمنها واستقرارها وتهديد سلامة شعبها وردع كل من يسعى إلى إثارة الفوضى أو الفتنة. وعبرت وزارة الخارجية في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن تأييد اليمن للإجراءات التي تتخذها الكويت لحفظ الأمن والتصدي بحزم لكل من يهدد أمن البلاد واستقرارها. وشددت على عمق ومتانة العلاقات التاريخية الأخوية مع الكويت ووقوفها إلى جانبها في كل مساعيها الرامية إلى القضاء على الإرهاب بكل صوره وأشكاله وتجفيف منابعه، معربة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لأية محاولة للمس بالأمن والاستقرار في الكويت. وأشادت وزارة الخارجية بالنجاح الذي حققته الأجهزة الأمنية الكويتية بالقبض على أعضاء المجموعات الإرهابية. تجددت المعارك بين المقاومة الشعبية وميليشيا الحوثيين وصالح الإنقلابية في مدينتي ميدي وحرض بمحافظة حجة. وقال مصدر عسكري إن معارك عنيفة اندلعت في مدينتي ميدي وحرض بين المقاومة والإنقلابيين، كما أوضح أن المعارك تجددت بعد دفع ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح بتعزيزات عسكرية كبيرة لمهاجمة مواقع الجيش الوطني، لافتا إلى أن التعزيزات قدمت من معسكر العمالقة في محافظة عمران والذي سيطر عليه الحوثيون مطلع مايو الماضي. ووفقا للمصدر ذاته استهدفت مقاتلات التحالف العربي أرتالا عسكرية للحوثيين في مدينة حرض وتم تدمير عتادهم العسكري.
طهر أبطال المقاومة الشعبية موقع دنبوس في مديرية ذي ناعم في محافظة البيضاء من ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية التي كانت تتمركز في الموقع. وأكد مصدر خاص في المقاومة الشعبية بجبهة ذي ناعم أن عملية تحرير موقع دنبوس سقط فيها قتلى من الميليشيات فيما فر البقية، مضيفا أن رجال المقاومة الشعبية غنموا أسلحة وذخائر كانت بحوزة الميليشيات فيما سقط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي في عملية نوعية لرجال المقاومة الشعبية في مديرية السوادية بمحافظة البيضاء وسط البلاد. وأكدت مصادر محلية أن رجال المقاومة الشعبية هاجموا نقطة تفتيش تابعة للحوثي تم استحداثها على خط الطاهرية بمديرية السوادية، وأن من كانوا فيها سقطوا بين قتيل وجريح. كما نصبت المقاومة الشعبية كمينا مسلحا استهدف تعزيزات عسكرية للميليشيات الإنقلابية كانت متجهة صوب منطقة طياب بالمحافظة، أسفر عن مقتل 5 من عناصر الميليشيا الإنقلابية. استشهد 7 أطفال وجرح 10 آخرون في قصف شنته ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الإنقلابية على منطقة سكنية في ضواحي مدينة مأرب. وأفاد مصدر محلي أن ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح المتمركزة بجبل هيلان أطلقوا صاروخ كاتيوشا على منطقة سكنية أدت إلى استشهاد 7 أطفال وجرح أشخاص آخرين. كرم وكيل قطاع الإعلام بمحافظة عدن الأخ محمد سعيد سالم الروائي والأديب المسرحي سعيد علقي في زيارة خاصة لمنزل الروائي الكبير علقي. وقال وكيل قطاع الإعلام إن هذا التكريم الذي قدمه محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي لنخبة من الرواد يأتي تزامنا مع الاحتفالات التي تشهدها عدن بيوم النصر والتحرير. ونقل سعيد تحايا محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي للروائي العلقي متمنيا له مفور الصحة والعافية، مؤكدا اهتمامه بكل الرواد والمبدعين الذين خدموا عدن وقدموا لها الكثير في مجال الأدب والثقافة. من جهته ثمن الروائي العلقي هذه اللفتة الإنسانية من شخصية وطنية أحبها الجميع وأحب عدن، ودعا علقي الجميع الوقوف إلى جانب قيادة السلطة المحلية ممثلة باللواء عيدروس الزبيدي ومدير الأمن اللواء شلال علي شائع. وكان محافظ عدن كان قد أقام أمسية رمضانية كرم فيها عددا من الرواد والوسائل الإعلامية والصحف والمواقع الإخبارية التي وقفت مع تحرير عدن. الآن إعادة لأبرز عناوين النشرة. رئيس الجمهورية يوجه خطابا لأبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج بمناسبة عيد الفطر المبارك. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يستقبل فخامة الرئيس عبد رب منصور هادي رئيس الجمهورية. ومواجهات بين الجيش الوطني والميليشيا المتمردة في ميدي وحرب بحجة، ومقاومة البيضاء تطهر مديرية ذي ناعم. شكرا لطيب المتابعة. مرة أخرى كل عام والجميع بألف خير وفي رعاية الله.